عيد من البرغل ومن نجيب البرغل عجوز التمرغل والدورة العدوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو تمام لديكم اليوم؟ مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ ميمز. بعدني فلا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس تحت صندوق الوصف تابعنا عليه كم تابعني اسنا بعد صلى الله على النبي ودتكم نبدا المقطع. طبعا اليوم يوم وطني بالنسبه لي، انا اليوم يوم وطني اوكي، بس هذا ما راح ينزل لكم للاسبوع الجاي، يعني بعد اليوم الوطني باربعة ايام. فالله يديم المملكه، الله يديم الامن والامان اللي فيها ويحفظها سالمه يا رب، ويرجع سوريا زي ما كانت قبل. سوي سلكت اول وادعي دعوه واحده. فليتس جو نبدا المقطع. ايش الله مونتاج، اخيرا تعاقدت مع اديتر ومن اليوم ورايح بصير انا اصور وهو يمنتج، فبيخفف عني الشغل، فمن اليوم ورايح بتشوفون مستوى اديت جامد. استغفر الله العظيم. جوالك بعد اعلان ايفون 15. صدق صدق الشباب يقولون اوكي، انا سمعت انه يقولون اي شركه تنزل جوال جديد تنزل تحديث على جوالات القديمه يكون فيها اعطال عشان الناس تشتري الجوال الجديد. انا كذا سمعت، طبعا هذه تكون فتره محدده بعدين ينزلون تحديث ويصلحون الاشياء اللي خربوها، فهمتوا؟ انا كذا سمعت، مدري توقع السامسونج اسمت وكل ايفون كلهم شركات، يعني فرق بين العيال والبنات. تعزيز هذا نبي صراحة، التعزيز هذا نبي. تخيل انه تقدر تفوز حتى لو انك ما فايز من وراء التعزيز. اللي قاعد يركض وراء، صدق صدق مره مره، يعني كثير مضاربات تصير في المدارس بس من ورا ذا اللي عو اللي عاوي زي القرد قال لك كذا. والله لا صح، اني اسويها بين اخوياي طبعا عشان اخويا اذا تصفقوا، يعني اخويا بين بعضهم وانا فتن صراحه، شو بسوي يعني، هذا حال الدنيا. تو واحد دعمني بالسياره، يوم دعمني كان انزل وقلت له شنو هذا؟ كان يقول لي عوافي عوافي، شنو شارب لبن؟ قام الطلاب الساعة 7:30 بدأ. يا عيال هذا الميمز، هذا بالضبط هذا الشخص، هذا ممكن 2000 مرة شفته أوكي، وكل مرة يذكرني بواحد من المدرسين. مرة بطل يا بداية الحصة 7:30 معناته الطالب لازم يكون في المدرسة الساعة 7 أو 7:15، معناته أنا كمعلم لازم أكون الساعة 6:30 أو 7. طيب أنا متى أقوم من النوم؟ الساعة 5:30، وخباز أنا يعني أقوم من النوم 5. طبعا احب الكويتيه، انا مره احب الكويتيه. يكون في مطعم جوبي بونجور في غيو ينصحون الخس، والله ها خس ميري ايش دراك امريكي، سولفت معاه انت امريكي. الكويتيه اوكي، الكويتيه بالذات اذا ذبوا عليك تضحك. بالنسبه لي انا سنيور هو الوحيد الكويتي تعرفت عليه من اطلق اخويا السنيور. اي لاف يو سو ماتش صراحه، سميك سنيور عشان انك قليل عن بيسا. 25,000 دينار ليش ساعه استجابه؟ صدق 25,000 دينار يا عيال، 230,000 ريال سعودي صدق لو انه ساعه استجابه يا ولد. نص الفجر عشان اروح دوامي واتاخر نص ساعه وساعه من خصم من راتبي علشان قرار ممكن يكون انت مستعجل فيه، ليش اطلع 5:30 انا موعد مؤذن؟ شيك شيك يا عمي، روح الى جيبك تقول ما مطلقه روح. يا عيال يا نهتق هذه الحركه، اللي لما تسولف مع واحد يقول تمون انت ودك تمسكه هيت اوكي وتفتح الشباك وتزيد من الشباك، يلا تقلع يلا يا نتقر يا اخي، خلاص واحد يسولف معك حتى لو انه غلط يا اخي، لما يخلص قول له تمام السلام عليكم، بس تقعد تمون انت ايش تبي انت، ترى تقهر قسما انا تصير فيني حركه مره. صدق صدق احيانا اروح مثلا انا ويا عمتي ولا انا واخويا المطعم، كنا واحده بس كنا واحده ممكن تنثر اللي بثما كله من بندر بوم با برا با بوم. تقدم الهدف الان للـ2000
يتقدم الهدف للألفين. أنستي سادتي هنا كرة. كرة يصل إلى الألفين. والله العظيم يعني حللت عرض اللعبة ذي قسما بالله. ليش فيهم مسلمين جداوية على شيشة؟ صلى الله عليه وسلم قال صليت الجمعة ولا هبلك كف بسرعة. والله صلينا الجمعة في المسجد طال عمرك وعندنا غدا عند عمي. يعني اللي ما قام يصلي الجمعة زق. آخر واحد للي والله ذو بطل الفستاش. وانت رايح توري أخوياك السبينر حقك اللي نوى مشيت مرة واحدة السبينر واحد أوكي ومن كسرته علي دموع بدموع حال من طبعا هنا تكون مره مطنوخ انه عندك سبينر ينور او شيء. الله بالخير. طيب يمكن تطلع بنت. والله يمكنها بنت يا ربي. سوى عظيم يعني ودي اروح البوليفارد والله العظيم بس ما ودي اروح بنفس الوقت انعزمت عليه بس ما ودي اروح والله العظيم. احسن حيوان عندك لا هذا انا واخوي اللي وراي اي انسان اي شيء يقوله انا ناظر فيه اي حيوان يجي ناظر فيه بس يا ابو مصعب نكسر الكرسي وراي لا اتكلم ولا اسمع وحالتي جدا حرجه اتمنى منكم دعمي بفلوس ماما ايش قاعد تسوي يا ما تفهم انت كم مره تقول اصور لا تخش اوكي خلاص اصف انا لا اتكلم واحد ضاعت محفظه حقته وراح يبلغ الشرطه قالوا ما محفظه ضاعت قالوا خلاص ولا همك راح نجيبه لو من تحت الارض اوكي وهو راجع للبيت لقى عمال يحفرون بالشارع قال المحفظه لونها بني يا شباب روح برا انا سمعت ثلاثة يعجبني والله يا عيال حنا مرة طلع واحد سعودي سارع للمجد والعلي يا سلام عليكم يا عيال وطلع ولا هو حافظ ولا أي حرف من النشيد الوطني طبعا ولا خس إنه لما سأل ينظر فيك وتقول هذا على طول أسويه ثانيا لا لف لا لف ولا دوران لا تلف ولا تدور لا تلف انا كل يوم موقف كل يوم موقف على التاخير يا اخو مصحف اشتقيت للشتاء بس عشان ياخرونها ساعه وانت داخل على نتفلكس وهو جديد عشان يعطيك اشتراك مجاني لا ولا اخس اللي يشترون الحسابات ويبلشون يوزعون يا اخي جوكم انتم توزعون اي صح انا ماخذ من اخوي بعد هنا انت يربط لسانك لما تلقى الوكيل قسما بالله رحت استاذن اخوي من المدرسه وقال المدير يا ولد فصلي فعلا صار معي عكس كذا لما خلصت اولى رحت ثانوي كنت تحت عند الاداره اكلم الوكيل فجاه جاني مدرس كان يدرسني في اولى قبل شهرين كان يدرسني شهرين يقول لي ما شاء الله مبروك التخرج في اي جامعه انت الحين جامعه سوريا اي جامعه خلصنا ميمز اوكي صراحة المقطع جامد انا جاهز لي والله العظيم جاهز لي انا يعني. لاول مرة اضحك بعد مدة طويلة ما كنت اعرف ايش يعني ضحك الى هنا قصدت الحلقة لا تنسوا لايك واشتراك وحساباتي موجودة تحت صندوق الوصف تابعوني عليها كامل وتابعوني على سناب بعد وصلوا على النبي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وليتس جو وسلام عليكم